الحسين رضي الله تعالى عنه جمعوا له 12,000 فرد يبايعون في العراق وهو غير موجود ولا في مكة، وبعثوا له وفد لأجل أن يلتزم بالبيعة، لأنها 12,000 بايعته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العراق، لكن في مكة ما حد بايعه ولا في المدينة ما حد بايعه، بلاد القرآن والسنة في ذلك العصر، ولا حتى أحد من الصحابة المعروفين الأعلام لم أحد يبايع. البايعة جاءت مرحلة من الخارج، فوصلت إلى الحسين، استلم الرسائل، عندما قرأها وجد أنها بيعة فيها إشكال. أولاً أثارت عليه السلطة، ثم فتحت عليه العيون، ثم تابعوا كل أتباعه، ثم عزلوه حتى عن الدروس لأنه صار مراقب، وهذا الكلام تعرفوه إلى اليوم، أي إنسان يكون مراقب. فاضطر بذلك أن يفكر، أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل، قال له اذهب إلى العراق، انظر ما هذه الفوضى، ماذا يريدون مني؟ ذهب مسلم بن عقيل، لا فاكس في ذلك الزمن ولا جوالات ولا اتصالات، وتمر 6 شهور ما في خبر إلا إذا أحد رحل من بلد إلى بلد. فعندما رأى الأمر كثر والإرجاف كثر وأهل السلطة كثرت مراقبتهم، ضاق حاله، ضاق صدره، قرر الخروج. قال يجب أنا أن أستوثق لنفسي ما الذي يدور، والقضاء والقدر يجري في هذا الأمر، في قضاء وقدر يسير الأمور، لأنه يعلم أنه قتيل، والنبي أخبره أنه قتيل، وكل الصحابة يعرفوا أنه قتيل، وكل من ودعوا قالوا رحمك الله من شهيد، كلهم اللي ودعوا رحمك الله من شهيد. وخرج، لا خرج مقاتل ولا خرج منازع كما نسمع الآن، الحسن جبان والحسين بطل، نسمع الناس يتكلمون هكذا، يصنفون ويتكلموا من رؤوسهم. يا أخواني اقرأوا، اقرأوا كلام الرسالة والنبوة وأهل البيت، لا أقل تحكموا بالحق. فخرج الحسين بالنص، قال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فتنة، وإنما خرجت لأصلح من أمتي، لأصلح في أمتي جدي. صلوا على الحبيب، هذا اللفظ اللي نعرفه ونقرأه، الباقي اللي نسمعه ونتركه جانب. وبعد ذلك خرج، كان يقول له عبد الله بن عباس وددت أن أمسك بتلابيب شعرك حتى لا تخرج، إلا أني سمعت منك حديثا. ما هو الحديث؟ قال له إني سمعت رسول الله يقول إن هذا الحرم يستحل برجل، أو في رواية بكبش، فلا أريد أن أكون أنا، والله لو قتلت خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخله بشبر. قتيل قتيل، لكن لا أريد أن يكون دمي ودم المسلمين في الحرم، لابد أخرج، لأن النبي قال في واحد بيجلس في الحرم وبتسيل الدماء بسببه، لا أريد أن أكون أنا. من هو؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بعد ذلك جاء وجلس في الحرم وكسروا الكعبة وقتلوه بجوار الحرم وأسالوا الدماء في بيت الله. إذن النبي صدق صلى الله عليه وسلم، والحسين استوفى لنفسه واستوفى نفسه وخرج، وقضاء الله يسير معه حتى قتل. من قتله؟ فريقين، وهذا كلام افهموه، قتله فريقين، الذين أخرجوه من بيته الذي سموا أنفسهم محبين وبايعوه تركوه يقتل ولم ينصره أحد، كانوا يسمون هؤلاء المحبين الخاذلين، والبغاه القاتلين، البغاه قتلوه والمحبين خذلوه.